لكم. انا كثير مشتاقه لكم اليوم، متحمسه كثير لانه عم اعمل شيء لكم ولالي بنفس الوقت. اليوم حروح سجل الغنيه اللي عم جهز لها. اليوم حيكون اول مره بسجل فيها بحياتي او بعمل غنيه، شيء كثير جديد علي. سو مشانك اذا عبالكم تعرفوا كل التفاصيل قريبا حطوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه لحتى تترقبوا كل المعلومات اول باول. سو يا خلونا نروح، انا كثير متوتره كثير خايفه. حنروح ناكل سوا كلياتنا مع الموزع الغنيه وبعدها حنروح ونسجل. بعمري ما عامله هيك شيء، سو خلونا نشوف شو ممكن يطلع معي. حاليا اجينا لحتى نتغدى مع الموزع الغنية فرانشيسكو، بجنن هالانسان. كنا نشتغل سوا على السكايب، سو حاليا حنتغدى وبعدها حنروح نسجل الغنية. Hi guys. الشيء الحلو بهالمطعم انه بيجيبوا لكم سناكس بدون ما حتى تطلبوا. ليكو زيت كيف لحتى قدامك انهم بيعطوكم المنيو، بيعطوكم قلم وبيخلوكم تعملوا البرجر وبتختاروا شو بدكم يكون جواتها. مثلا هون برجر شي، البيتزايات فيكم تختاروا شو ممكن يكون جواتها. هالشي كتير جديد صح؟ Stop eating please bro. حاليا فرانشيسكو عم يترجم لي شو مكتوب بالمنيو لانه عندهم بيكون بالايطالي، ومثل ما شايفين هون انا عم اخذ شو بدي. هون كمان عم يحاولوا يترجموا له للزيت. حياتي نبي وحياتي جايز. عم نتناقش عن الغنيه. 2 hours later. او نارو ليش خايفه؟ جايز جينا على الاستديو، انا ما عاد بدي اعمل غنيه. حاليا جينا على الاستديو حنسجل الغنيه وخلينا نشوف شو ممكن يطلع معي. وهون عنده كل الادوات وما بعرف شو. هذا الشيء بخوف. So guys خلصنا الغنية. حاليا بكره حيكون الفيديو كليب، بكره حنصور الفيديو كليب والغنية حتنزل بخلال اسبوعين. يا مين منكم متحمس؟ Thank you Francesca, you're amazing. Seven, Drake and Simone. So guys حاليا هذا الانسان عنده موهبة بيطالع اصوات بتمه، سو حاليا حنشوفه شو ممكن يعمل. Go for it. وراح صوتي.